وفي كل عبارة تفضل بيها لسان العرب وحاول انت لغة الغيرة. ما بينش كناية تساوي تسوق من قبل قصادك. غير ابني اقول لك وعلى استحياء معلش يا هلال الحزن اللي ده عليا دي. فاهم يا رب. كل ما العدد بيقل الواحد بيحس انه بيعرف يقول. ده احنا الواحد ما بيعرفش يقول حاجه خالص. اعتقد في القصه اللي انا ابتديت بيها كتابي بيعرفوها ثلاث انفار بس قاعدين او الاربعه بالكثير. فهقولها سبعه مش مشكله يعني سبعه دي. بس اسمحوا لي اسيب المايك لانه عامل صدى صوت حلو كده كده سامع كده كويس بس مش هبقى انا شايفه. وعنوان فراشتي أزلت الغبار عن كتاب قديم أهداف ليأس. جلست أقلب بين أوراقه وإذا بي أجد فراشة بين أوراقه بين طياته. نظرت إليها طويلا وما أن لمستها بإصبعي حتى حركت جناحيها وطارت. مع دهشتي قمت لألحق بها فأخذتني لحديقة بيتنا القديم وحطت على شجيرة ليمون زرعتها أمي. تعثرت قدمي بوريقات النعناع حول الشجرة. ضحكت أمي وأمسكت بي واحتضنتني. رفعت رأسي فلم أجد إلا كتاب أبي تقتله فراشة المحن. النبي هيا مساء خير.